بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح الوحدة السادسة الدرس التالي Careers Advice، يعني نصيحة تتعلق بالمهن. قبل ما نأخذ هذا الدرس عزيزي الطالب، راح نتكلم عن زمن المستقبل بحالتين Going to زائد Will. بالحالتين عزيزي الطالب هنا عبارة عن زمن المستقبل، لكن الفرق بين الاثنين أنه الأولى استخدام Going to زائد مصدر الفعل، تتكلم عن بلان، خطة يعني مسبقا مخطط لها أو عمل مخطط له مسبقا. يعني I am going to leave school as soon as I am 16، سأقوم بمغادرة المدرسة حالما أبلغ من العمر 16 سنة. فthe speaker has made a plan. هنا you will only get pocket money، سوف تحصل على مصروف جيب if you stay at school. هنا the speaker is talking about something in the future that is certain، مؤكد أنه عمل مؤكد أو متأكد. شوفوا قبل ما نبدأ الدرس خلينا نشرح القاعدتين. القاعدتين فيما يتعلق بزمن المستقبل البسيط تم دراستها سابقا، يعني في اليونت الخامس، فممكن الطالب يرجع لهناك باليونت الخامس ويقرأ الزمنين سواء الول أو الجوينج تو. راح ناخذهم بشكل بسيط أو سريع. زمن المستقبل البسيط باستخدام will يستخدم هذا الزمن للتعبير عن الأحداث والأفعال المستقبلية. طبعا يستخدم للتعبير عن التوقعات والأحداث المؤكدة. من الظروف اللي تأتي مع هذا الزمن كلمة tomorrow، كلمة next، كلمة in the future، كلمة soon إلى آخره. قاعدة في الإثبات subject زائد will زائد verb. قاعدة في الإنفي subject زائد will not زائد verb. في حالة الاستفهام نقدم will، وفي حالة WH question نقدم WH question على الول زائد subject. ننتبه إلى أنه الول not تكون اختصارها won't. هنا عندك هذه أمثلة عزيز الطالب مثل the match will not start، في حالة الإثبات will start. Will Zayd attend the party tomorrow؟ Yes he will or no he won't. عندك هنا أيضا أمثلة على WH. في حالة الأشياء الأحداث المخططة أو المستقبلية المخطط لها مسبقا أو وجود نية لتنفيذها نستخدم subject is am are زائد going to. هنا going to عزيز الطالب معناها سوف. في حالة النفي نضيف not، وفي حالة الاستفهام نقدم is و am و are قبل subject. عندك هذه الأمثلة عزيز الطالب مع حلولها. he visit the museum soon، يقول لك استخدم هنا going to. he is going to visit the museum soon. هنا عندك أيضا عزيز الطالب زمن المستقبل البسيط، هنا عندك أيضا هذه أمثلة، وعندك هنا أمثلة على الـ WH question، وأنا حال لك المثال الأول. فهذا عزيز الطالب بعض الجمل الوزارية التي أتت في الامتحان الوزاري على ذن القاعدتين. راح نأخذ هذن القاعدتين نطبقهم في المحاورة التي تقع بين ليلى ودانيا مع the head teacher، مع المدرس مالت المدير. لأن ليلى and دانيا are twins، هن توأم، aged 15 and half، عمرهن 15 سنة والنصف. They go to the same secondary school، وهن يداومن في نفس المدرسة الثانوية. Today they are getting advice from their head teacher، يحصلن على نصيحة من ال head teacher فيما يتعلق بالدراسة. طبعا انت راح listen to ليلى and دانيا's conversation with the head teacher. What are the main differences between ليلى and دانيا؟ راح تشوف انه ليلى شو تريد تسوي؟ تريد I am going to leave school as soon as I am 16، تترك المدرسة عمر 16 سنة. بينما هنا شو تريد تكون؟ تكون I am going to be a vet، راح تكون طبيبة بيطرية. فراح ننتقل عزيز الطالب إلى صفحة 100 بالكتاب، وراح نشوف كيفية تطبيق هذن الأزمنة. نترجمهن بالبداية. Good morning ليلى، please sit down، اجلسي. How can I help you؟ كيف أستطيع أن أساعدك؟ Will، حسنا. Do you have؟ I don't know، لا أعلم. Will، do you have any career plans؟ هل لديك أي خطط للعمل؟ Career plans؟ No، I haven't got any plans، لا توجد لدي أي خطط. None at all، أبدا ليس لديك أي خطط. No، actually I have a plan، لدي خطة. I am going to leave school as soon as I am 16، سأترك المدرسة في عمر 16. فمستخدمة قاعدة going to لأنها مخططة سابقا لهذا العمل. I see. And what are you going to do when you leave school؟ وما الذي ستفعلينه عندما تغادرين
المدرسة. Oh, I don't know. Get a job, I suppose. سأحصل على عمل كما أعتقد. What kind of job do you think you will get? أي نوع من أنواع الأعمال تعتقدين أنك ستحصلين عليه؟ I have no idea. لا توجد لدي فكرة. I will do anything. سأقوم بعمل أي شيء. But I am never going to do another exam. لكني لن أقوم بأداء أي امتحان. What are your interests, Layla? ما هي اهتماماتك يا ليلى؟ Clothes, ملابس, music, موسيقى, computers, لو travel, سفر. No, definitely no. بالتأكيد لا. What are you good at? بماذا أنت جيدة؟ I am quite good at drawing, I suppose. أنا جيدة جدا في الرسم كما أعتقد. فيجاوبها Perhaps you could apply to art school and study drawing. ربما يجب عليك أن تقدمي أو تستطيعين أن تقدمي إلى مدرسة الفنون وتدرسين الرسم and painting further والرسم أكثر، يعني الرسم و يعني drawing هنا تخطيط أو رسم و painting أيضا تأتي رسم. You might even find a job using the skills you learn there. ربما تستطيعين أو قد تجدين عمل باستخدام المهارات التي تتعلميها هناك. Oh well yes. That's a great idea. هذه فكرة جيدة. Do you think I could? هل تعتقد أني أستطيع ذلك؟ أختها دانيا. Good morning, head teacher. Well now, دانيا. Do you have any career plans? هل لديك أي خطط مستقبلية؟ Oh yes, head teacher. سيد المدير. I am going to be a vet. سأكون طبيبة بيطرية. A vet. That's a tough course. هذا course صعب. And it takes a long time at university. وهو يأخذ وقت طويل في الجامعة. Yes, I know. I have found out all about it. لقد درست كل شيء أو استكشفت كل شيء. And I am going to do it. وأنا سأقوم بذلك. Excellent. ممتاز. Now, do you know which school subjects you will have to study? هل تعرفين أي المواضيع الدراسية سيكون عليك دراستها؟ Yes, I do, and I know that I am going to have to work hard and get good exam results. وأعلم أني سوف يكون علي العمل بجد والحصول على درجات ونتائج في الامتحان. That's right. And will you be able to do that? وهل ستتمكنين من القيام بذلك يا دانيا؟ I hope so. أأمل ذلك. I have worked really hard this term. لقد عملت بجد هذا الفصل. That's good. هذا جيد. Because you will have to carry on working hard. لأنه يجب عليك أن تقومي بالعمل بجد for the next 3 years. للسنوات الثلاثة القادمة. And then at university. وبعد ذلك في الجامعة. I know. أعلم ذلك. But it will be worth it because vets earn a lot of money. لا وذلك سيكون يعني مساويا للجهد أو يستحق هذا العمل لأنه أطباء البيطريين يكسبون الكثير من المال. That's true. هذا صحيح. But money isn't everything. لكن المال ليس كل شيء. It is important to like your job. من المهم أنه تحب عملك. That's not a problem for me. وهذه ليست مشكلة لي. I love being with animals. أحب أن أكون مع الحيوانات. إذن عزيزي الطالب نسمعك الشريط المتعلق بهذا المحادثة اللي هو كاسيت رقم 26. Unit 6, Lesson 3, Track 26. Listen to Layla and Daniel's conversations with the head teacher. What are the main differences between Layla and Daniel? 1. Good morning, Layla. Please sit down. How can I help you? I don't know. Well, do you have any career plans? Career plans? No, I haven't got any plans. None at all? No. Actually, I do have a plan. I'm going to leave school as soon as I'm 16. I see. And what are you going to do when you leave school? Oh, I don't know. Get a job, I suppose. What kind of job do you think you'll get? I've no idea. I'll do anything, but I'm never going to do another exam. What are your interests, Layla? Clothes? Music? Computers? Travel? No!
Definitely not. What are you good at? I'm quite good at drawing, I suppose. Perhaps you could apply to art school and study drawing and painting further. You might even find a job using the skills you learn there. Oh, well yes, that's a great idea. Do you think I could? 2. Hello, Danya. Good morning, head teacher. Well now, Danya, do you have any career plans? Oh, yes, head teacher. I'm going to be a vet. A vet? That's a tough course. And it takes a long time at university. Yes, I know. I found out all about it, and I'm going to do it. Excellent. Now, do you know which school subjects you'll have to study? Yes, I do. And I know that I'm going to have to work hard and get good exam results. That's right. And will you be able to do that, Danya? I hope so. I've worked really hard this term. That's good, because you'll have to carry on working hard for the next 3 years, and then at university. I know, but it'll be worth it, because vets earn a lot of money. That's true. But money isn't everything. It's important to like your job. That's not a problem for me. I love being with animals. تنتقل عزيز الطالب بعد ذلك إلى الـ Activity Book. تمرين A. Read the questions and write answers. تقرأ هذه الأسئلة عن هذه القطعة اللي ترجمناها وقرأناها واستمعناها وتجاوب عليها. بعد ذلك تنتقل B عن تكتب عن نفسك. Write about yourself. يعني هذه أسئلة قاعد يسألك إياها فيما يتعلق بدراستك، فيما يتعلق بالمهنة اللي ممكن أنت راح تأخذها، يعني نفس المحاورة اللي جرت بين المدير ودانيا اند ليلى. من ترجع للكتاب عزيز الطالب راح تجد هاي المحاورة نفسها مكررة هنا او جزء من عدها، بينما رول بلاي هنا work in pairs، اعمل مع زميلك and ask and answer a question about your future career plan، عن خططك المستقبلية فيما يتعلق بالعمل. use the model dialogue below to help you، واستخدم هذه الاسئلة المطروحة هنا الستودنت A طالب رقم A واللي جاوبه، والطالب رقم B A واللي جاوبه الطالب رقم B. هذا كل ما يتعلق ب يونت 3 سوري لسن 3 يونت 6. اهم شيء به هو انه تفرق بين الحالتين في استخدام صيغة المستقبل. Thank you very much for your listening and good luck for you all.